السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي. اليوم رأيي عن داي 1 2022. قبل ما نبدأ في المقطع، شباب، أنا ألاحظ شيء في المشتركين هذه السنة. أنا قلت لكم قبل كم يوم كذا، أو قبل أمس، انه ابغى المشتركين ممكن يصيروا زيادة، بس زيادة اشوفهم مشتركين من داك اول كنا توقعون كم، 500 و 200 و 150 الف و 500 وكذا، 520 كذا، الحين نكس مرة صاروا 199 مشترك، غريبة ما ادري ليه. يلا مو مشكلة، يلا نخش في المقطع. يلا انا رأي عن مهرجان داي 1 2022. طبعا اول مباراة في العرض كانت مباراة الاوسوس فيرسز سيرك اوف كينغستون ان كينغ وودز، مباراة جميلة جدا جدا من الاوسوس والنودة يعني كوفينغستون وكينغ وودز. مباراة جدا جميلة. انه ديك كوفي كينغستون وكينغ وودز قربوا انهم يفوزون، بس كل شيء سووا ما قدروا يفوزون، وفي الاخير الاوسوس سووا حركة 3D حقت الدبل بويز. هذوك ايام زمان، تعرفون الدبل بويز دي سووها، وانتهت المباراة بفوز الاوسوس وحفاظهم على اللقب. نروح مع المباراة الثانية في العرض، شيمس وخوي ما بعرف اسمه مين ذاك، ضد ريكوشي وسيزارو. مباراة جيدة، يعني تعطيك شوية اهتمام شوي في سيزارو وشيمس، وش بيصير لهم يمكن في الرويال رامبل يتواجهون مباراة كذا. يلا مو مشكلة. نروح عن انتهت المباراة بفوز شيمس. نروح مع المباراة الثالثة عفوا، مباراة ثالثة، ايوه، ما تكاب موس فيرسز درو ماكنتاير. مباراة عادية جيدة، مباراة ما اهتم لها صراحة. انتهت المباراة بفوز درو ماكنتاير، واتمنى ان درو ماكنتاير في عرض الرويال رامبل الجاي يواجه رومان رينز في عرض رويال رامبل 2022، اتمنى ان شاء الله. يلا نروح مع المباراة الرابعة، والله ما ادري انت احسبه. ار كي برو فيرسز ذا ستريك بروفيت، مباراة جدا 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 جميلة. انتهت المباراة بحركة خرافية من مات ريدل، جرف فن رفع رف شو اسمه ذب مانتس فورد وأورتن في الهواء ار كي. مباراة نهايتها حلوة صراحة. انتهت المباراة بفوز ار كي برو وحفاظهم على اللقب الرو تاك تيم. نروح مع المباراة، ما ابغى اقوم المباراة، نروح مع المباراة قبل الاخيرة، واللي هي ايج فيرسز ذا ميز. مباراة رائعة ممتعة صراحة، انا استمتعت فيها. انتهت المباراة بفوز ايتش بعد تدخل ما اعرف مين اللي دخلت في النهاية، ما ادري والله، بس مباراة جاي ممتعة وممتازة، من يوم ما جاي يقدم المباراة حلوة. نروح مع المباراة الاخيرة، المباراة اللي كانت فيتال فور واي صارت فيتال فايف واي، يعني مباراة خماسية. بيج اي، سيث رولينز، كيفن اوينز، بوبي لاشلي، واضافة بروك ليسنر، لانه بروك ليسنر في رومان رينز ما يقدر يواجه رومان رينز، لانه رومان رينز عنده فيروس كورونا، جاك فيروس كورونا. للاسف ما جات المباراة هذه، بس مباراة حلوة خماسية اسطورية. بروك ليسنر سوى 4 F5، ما ادري 5 F5. جاء انتهت المباراة جميلة رائعة جدا، وانتهت المباراة بفوز توقع مين؟ The Beast Incarnate Brock Lesnar. والله فرحت اللي فرحة مو طبيعية، والله فرحت فرحة يوم فاز بروك ليسنر. قلت
يعني احسن شيء بدل ما يخلونه يلعب ضد رومان رينز يفوزونه بلقب الدب دبليو اي. بيج اي ما يحتاج الا بيج اي، ما اهتم له صراحة. بيج اي يعني توقعت انه بالمباراة هذه بيفوز، بس غيروها. بس مباراة جميلة جدا. بروك ليسنر الحين راح يروح الى عرض الرو، وش اسمه هذا، لانه فجأة يوم دخل بروك ليسنر المباراة استغربت، قلت ايش دخل بروك ليسنر من بينهم. جاء اقرا في التويتر القى بروك ليسنر انضاف للمباراة، صار مباراة فيتال فايف واي. ده والله عرض جميل، عرض مذهل وجميل جدا. او بس كده وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا تسوي لايك وشير وسبسكرايب. وتقييم العرض داي 1 2022 هو 9.5 من 10. عرض جميل صراحة، ممتع. بس كده وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا تسوي لايك وشير وسبسكرايب. ومعكم صالح خالد العلي، وإلى اللقاء.